متحور دلتا وصفته منظمة الصحة العالمية بأن هو شديد الخطورة نظراً لسرعة انتشاره، وعلشان بيستهدف فئات عمرية جديدة من بينهم الأطفال، وده على عكس معظم المتحورات التانية اللي كانت بتستهدف الأعمار فوق 18 سنة. متحور دلتا وصل لعدد من الدول القريبة من مصر زي تونس، زي ليبيا، زي العراق، وأدى هناك إلى ارتفاع كبير في أعداد المصابين وانهيار للمنظمات الصحية. علشان كده كان مهم جدا النهاردة ان انا اكلمكم بشكل مفصل وواضح جدا زي ما تعودنا عن متحور دلتا، نفهم ايه هو، نفهم ايه اشهر الاعراض اللي ممكن ناخد بالنا منها جدا، نعرف ايه اللي ممكن نعمله علشان ناخد بالنا من متحور شرس وخطير زي كده. وسؤال متكرر ومهم جدا، هل اللقاحات بتحمي من متحور دلتا ولا لا؟ علشان تعرفوا كل الحاجات المهمة دي خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. قبل اي حاجة ما تنسوش لايك الفيديو لو انت جديد معانا، اهلا وسهلا بيك. ما تنساش سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بقدمها اول باول. وطبعا لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. متحور دلتا اسمه بالكامل سارس كوف 2 دلتا فاريانت، وهو احد تحورات فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الشديدة الحادة جدا. ظهرت سلالة دلتا لاول مرة في الهند في ديسمبر 2020، ونظرا زي ما قلنا لانه سريع الانتشار ادى هناك الى ارهاق المنظومة الصحية بالكامل، وبعدين تم التعرف عليه في المملكة المتحدة. طيب خلينا نعرف حاجة مهمة جدا، وهو ايه اشهر 8 اعراض لمتحور دلتا واللي ممكن يتلاحظوا بشكل سهل وبشكل سريع. من الاعراض الملحوظة جدا الام العضلات، سيلان الانف، حمى وسعال شديد، وده بيستمر معانا لمدة طويلة. ده غير اعراض تانية زي فقدان الشهية، الشعور بالقشعريرة، صداع شديد ومستمر لفترة طويلة. اما اخر عرضين ودايما بيتكرروا معانا وهما فقدان حاستين الشم والتذوق، وطبعا في الام شديدة في الصدر وصعوبة في التنفس. يبقى دول اشهر الاعراض اللي ممكن يتلاحظوا او المعروفين حاليا عن متحور دلتا. وبعد ما عرفنا اشهر اعراض متحور دلتا اللي لازم ناخد بالنا كويس جدا منها، خلينا نفهم المفروض احنا نعمل ايه. الفترة الأخيرة الناس بقى عندها حالة من الاطمئنان العالية، وبالتالي كل الإجراءات الاحترازية أو معظمها خلاص ما بقاش حد بيلتزم بيها. الكمامات، كل الحاجات اللي احنا كنا متعودين عليها الفترات اللي فاتت خلاص ما بقاش حد بيعملها. بس الحقيقة مع الأسف الكلام ده مش هينفع في الفترة الحالية، نظرا لأن عندنا متحور شرس، متحور سريع، فأنت لازم برضو تكون دايما حاطط نفسك في خط الأمان. يعني أهم الإجراءات اللي دايما كنا بنقول عليها لازم نستمر عليها، تغسل ايدك على طول، تبعد عن مناطق التجمعات على قدر المستطاع، او حتى لو كنت مضطر ان انت تكون في الاماكن دي يبقى لازم تلبس الكمامة، وتحافظ جدا انه يكون في مسافات على الاقل كويسة بينك وبين الشخص اللي قدامك لحد ما نطمن ان الموضوع ده ان شاء الله هيبقى فيه سيطرة عليه بشكل كبير. نيجي لسؤال مهم جدا، ما هي فعالية اللقاحات اللي احنا بناخدها ضد الموضوع ده او ضد متحور دلتا؟ بعض الدراسات الاولية اللي تم اجراءها في المملكة المتحدة اكدت ان اللقاحات فعالة ضد متحور دلتا. ده غير انه كشفت البيانات ان اللقاحات زي فايزر استرازينكا قللت من دخول المستشفى بنسبة تقارب 90%، وكمان قللت نسبة حدوث التهابات والمضاعفات بنسبة 17%. فحتى الان كل المؤشرات بتقول ان اللقاحات فعالة ضد متحور دلتا، لكن دي كلها دراسات أولية، وطبعا احنا ما نعرفش مدى شراسة الأمر في الواقع، ما نعرفش قد ايه انتشاره. فالغاية دلوقتي خلينا نلتزم بالإجراءات الاحترازية، نطمن ان ان شاء الله هيكون يعني ما فيش خطر كبير، بس برضو لازم نكون دايما في منطقة الأمان لغاية لما تعدي الموجة علينا بسلام. أتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة، قدرت أقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وأهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان أكبر عدد منه يستفاد. وأشوفكم على كل خير الحلقة الجاية إن شاء الله.
باي باي.